فرح باليوم اللي اندلعت فيه الحرائق بالساحل السوري، كان يوم صعب جدا على كافة شرائح الشعب السوري، لكن مثل العادة لأن نحن سوريين ما بنوقف بنتفرج لما تصير أزمة من الأزمات، بنوقف حد بعض دائما. كان المجتمع المحلي والتطوعي له دور كبير بهمة بكلمات معنوية اللي هبوا للمساعدة لإطفاء الحرائق، لمساعدة فرق الأطفاء أكيد كمان، حتى نشوف المجتمع المحلي والتطوعي اللي فورا عمل هاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي إنه حنزرعها حنرجعها خضراء، بلادنا ما بيلبق لها غير الخضار، وخاصة جبال يمكن الساحل الغالي جبال العز ما بيلبق لها غير العز والخضار. فلهيك كانت كثير من النشاطات والفعاليات اللي صارت لمساعدة طبعا أهلينا بالساحل السوري، ومنها كمان طبعا الفعاليات اللي رح نحكي عنها اليوم. معنا الصحفية غالية الطبة مؤسس فريق مجد 2020 لنحكي عن الحملة اللي عم تقوم فيها أيضا مع فريقها بالتعاون مع جهات أخرى مثل حسن يونس مهندس زراعي ومؤسس مجموعة دكتور جرين. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور زينة، صباح النور فرح، يسعد صباحكم عن جديد. غالية خلينا نبلش بالأول معك، فريق مجد 2020 شو بيحمل من شيء تجديد؟ شو هن مين هن الأشخاص يلي بيضمون؟ بعدين رح ننتقل لنشاطاتكم يلي شفناها بعد الحرائق اللي صارت. اوكي، فنحن بلشنا بشهر 2 بعيد الحب الماضي انه بحمله انه تعالوا نزرع سوريا بمليون شجره. للاسف صارت هي الحرائق وهيك، ونحن وقفنا وقتها بسبب الكورونا. طبعا باسبوعين انضملنا عالم كثير وشبكنا مع فوق ال 40 جمعيه واكثر من ناس، وزرعنا فوق ال 11 تقريبا 11000 شجره، مو فوق ال 11000، 11000 شجره باسبوعين. فتخيلي قديش الناس كانت مندفعه، وهلا وقفنا بسبب الكورونا وهلا صارت هي الحرائق وقرب موسم الزرع، يعني هو بعد اول مطره هلا حتصير. فجمعنا فريقنا وكبر فريقنا كثير، كنا موجودين اكثر شيء بطرطوس وبدمشق، هلا صرنا بجبله باللاذقيه بالسلميه بحلب بالشام بالدير الزور، يعني ما فيني ادلك تقريبا ب 11 محافظه سوريه صار في فريق متطوع جاهز لانه يشتغل برعايه وزاره الزراعه ومديريه الحراج يلي هن عم يساعدونا جدا جدا بالغراس بالادوات بالنصايح بكل شيء. والحمد لله هلا ناويين نطلع، وكنا هلا باللاذقيه وبسبب هدول الحرائق هلا قررنا انه نحط كل شيء كل جهدنا ونسحب كل الفرق من كل المحافظات لنطلع على المناطق المحروقه، نغطي ريف القرداحه اول شيء، ريف جبله، وبعدين نرجع نزرع بكل المحافظات السوريه. نعم. غاليه، يمكن ريف القرداحه خلينا نقول ليش اول شيء لانه اكثر المتضررين هو كان بريف القرداحه هذيك الضيعه، يعني الله يهون على الناس، بس آمين. اكيد المحبه بتهون على الناس، يعني اكيد جل. المحبه هي لو تعرفي اندفاع الناس، لو تعرفي يا زينة قديش العالم لك حيجنوا بدهم يتلفزوني يا جماعة ما فينا نزرع قبل أول مطرة، غالية لازم ننزل لازم كذا. ويعني هون يعني بدي أقول إنه كثير في ناس حابة تتبرع لنا، أنا حابة بس أذكر هي النقطة إنه أي حدا حابب يتبرع لنا بأي شيء مادي، مو مادي قصدي يعني مو مالي، مادي او عيني مثل ما بيقولوا، لادوات تزيد اكثر لانه عندنا متطوعين بالالاف، اذا نزلوا بيوم واحد بيقدروا زرعات بالالاف، بس ناقصنا ادوات مثلا، نحن فيهم يتركوا لنا اياها باسم مجد باي مديريه حراج بسوريا، واي حدا حابب يتبرع بشجر مسمر كمان فيه يشتريها ويترك انه هذا الشجر المسمر باسم فريق مجد لحتى نحن نقدر نروح نزرعه. اكيد كمان نحن غاليه بنضم صوتنا لصوتك، اي شخص قادر يقدم لو شيء بسيط فعلا هو ممكن يترك اثر ويساهم بزراعة عدد من الأشجار، عدد من الغرسات لحتى نرجع مثل ما كانت وأحسن. زي ما ننتقل كمان لحسن، حضرتك حسن يعني كان مثل ما بيقولوا أدرى الناس بالوضع اللي صار، بصفتك مهندس زراعي خلينا نحكي بالتفصيل أكثر، كيف كان الوضع وشو دورك بفريق مجد 2020؟ سعد صباحك سي فرح. هلا نحن كفريق دكتور جرين هو فريق فيه حوالي 20 مهندس زراعي من اختصاصات مختلفة. وقت اللي كنا مع غالية السنة الماضية بفريق مجد كنت بشكل فردي كمتطوع وإداري بالفريق، أنه كنا عم ننظم على الأرض نشتغل على الأرض كزراعة. السنة الماضية إجت كورونا وقفنا، السنة هي أنا كان عندي فريق جاهز، كنا صراحة قبل قصة الحرائق عم نشتغل على شيء حاطين خطة بما يخص الزراعة والزراعة المنزلية والقصص. فوقت الحرائق قلنا أنه لازم إحنا نكون صار وقت نتدخل كمهندسين زراعيين بخبرتنا المتواضعة، انه نحاول في طاقات بشريه هائله، في كثير ناس انه مندفعه بدنا نشجر بدنا نشتغل بدنا كذا، اذا اليوم ما كان معهم مشرفين من الحراج او مهندسين زراعيين او من وزاره الزراعه صراحه ممكن
نفشل بهي العملية. الزراعة مو بس نحن حطينا الغرسة ومشينا، الزراعة بدها طريقة زراعة صحيحة، طريقة عناية ما بعد الزراعة صحيح. هذا شيء كثير ضروري. هون بيجي دورنا كمهندسين زراعيين، حنكون مع الفرق التطوعية الثانية بأي محافظة، احنا جاهزين انه نكون معهم، في عنا فرق بكل المحافظات، لحتى ننزل نوجه الأشخاص اللي حيكونوا على الأرض، نتساعد معهم كون إيدنا بإيدهم لحتى نرجعها خضراء إذا الله راد. يمكن الزراعة كمان صحيحة حتى ترجع تثمر من جديد الأشجار. غالية، يعني دائما كل الفرق التطوعية بيكون عندها مشاريع معينة وخاصة بما يخص الزراعة مثل ما قال يمكن حسن. خلينا نقول طيب، تواصلتوا مع حدا من وزارة الزراعة، مديريات الزراعة الموجودة هنيك، المصارف الزراعية، تتعاونوا ان كان تشبكوا بالخدمات بالطريقه اللي ممكن تبلشوا فيها كاولويات، كيف تتوزعوا؟ هلا اول شيء بدي اقول انه نحن مجتمعين هلا مع 16 يعني مع مجد مع 17 فريق بيئي بسوريا بكل انحاء سوريا لنعمل مبادره مليونيه انه كلنا نكون مع بعضنا. هي المجتمع التطوعي، هذا المجتمع التطوعي. هلا بالنسبه لوزاره الزراعه، نحن اجتمعنا مع السيد الوزير وجرام برزنتيشن على الشيء اللي نحن عملنا، ونحن انا هون بوجه تحيه كثير للدكتور حسان فارس من مديريه الحراج يلي هو جدا عم يتساعدوا معنا بانه يقولوا لنا هون التربة بناسبها هيك، هون الأرض بناسبها هيك، هذا نوع الأشجار الموجود لهون، خلونا نضغط بهذا المكان. عندهم خطة وعم يحاولوا يمشوا عليها، كتير عم يتساعدوا معنا يعني كفريق تطوعي، عن جد بقدم لهم كل الشكر لهذا الشيء. كتير حلو، وبتمنى كل المدارس كل الجامعات يطلعوا يشاركوا كله، أو حتى يجي قرار أنه يطلع لكل سوريا لازم تنزل بيوم واحد تزرع، أو مثلا أنه أنا بحب حدا أنه أهديه هدية شجرة بدل ما بهالفترة يعني صحيح. أي ولد صغير بيولد انه يزرعوا باسمه شجره، مثلا للشباب والصبايا، الصبايا خليني اقول يلي غلطوا في جنحات صغيره انحطت بالريكورد تبعهم مثلا بالقانون، مثلا دخلوا على السجن، صار غلطات صغيره بتصير بعمر 18 وكذا، يكفروا عنا بانه ينقام هذا الشيء اذا عملوا خدمات مجتمعيه وزرعوا كثير شجر مثلا عدد معين او اهتموا بدار العجزه. يعني بتمنى هيك نتوجه بكل حتى بقانوننا بسوريا. هي الافكار وهي الثقافه كثير حلوه انه نحن فعلا نقدر نستفيد يمكن من كل شخص، حتى في اشخاص مثل ما قلتي غاليه فعلا هن حابين يمكن يكفروا عن ذنب معين او وقعوا تحت غلط معين، فهذا الشيء بيكون كثير بيساعدهم اصلا نفسيا، طريقه الزرع، الحفر، الطريقه، تمره، التحويضه، هذا الشعور بيعطيكي انه انا خلصت قصتي وحطي اسمك عليها. صحيح. غير شعور يعني. صحيح اكيد. كمان حسن نرجع لك، اليوم الحرائق ما فينا ننكر قديش كانت هائله وكثير كبيره. صحيح. والضرر بالمقابل كمان كان كثير كبير، هذا الشيء بيتطلب ناس مختصين، يمكن اذا بدنا نقول فريق صغير يمكن او عدد من المهندسين يمكن ما يكفي، فخبرنا اكثر على الارض كيف تم التشبيك مع كافه الجهات، شو هي الدراسه الحقيقيه لحتى اكيد مو شيء عشوائي حيكون. هلا 100% نحن حتى نكون على سبيل التفاؤل، نحن الشيء السلبي لازم نشوفه بعين الايجاب. اليوم الحريق اللي صار هو كارثه بكل ما تعني الكلمه من معنى، بس في فكره لازم نضوي عليها كايجابيه بالقصه. هلا في شيء اسمه تجدد الغابه طبيعيا، تمام؟ بعام 2007 صار في حريق بمنطقه كسب، عملوا عليه دراسه بالعام 2010 تبين انه في تجدد طبيعي للغطاء النباتي. هي دراسه نشرت في جامعه دمشق، مجلد جامعه دمشق الالكترونيه، موجوده على الانترنت في اي حدا يطلع عليها، هي نتاج عمل دكاتره ودراسات وابحاث. الشيء الايجابي الثاني انه امبارح احصائيه وزاره الزراعه انه طلع نسبه الحرائق يعني مليونين شجره، رقم ضخم جدا وهائل، بس بتشكل 5% من اجمالي الاشجار الموجود بالمنطقه. يعني اذا نحن اطلعنا هو جزء بسيط بس في ضرر، يعني اكيد الناس كثير ضررت، مو بس ضرر على صعيد الانتاج النباتي، يعني في عندي اليوم ثروه النحل كثير ضررت نسبه 7%، طبعا في عدد من الابقار نفقت، في كثير شيء نحن مثلا بنفكر انه بس يعني. بالضبط، مفكرين بس اشجار، يعني في كثير كارثه صارت. فنوعا ما خلينا نقول نفكر شوي بايجابيه، انه ان شاء الله في نيه انه اليوم هذا الشيء يعمل حافز عند الناس انه تتشجع تشجر، مو بس ناطرين نرجع الغابه اللي كانت، نعمل اكبر منها، نوسع شغلنا اكثر. الشيء الثاني اللي تفضلتي فيه حضرتك استاذي انه موضوع التنظيم على الارض وعدد المتطوعين. هلا نحن اليوم اكيد مو جهد فريق واحد بيقدر ولا 10 فرق، يعني هي بتصير
خلينا نقول ثقافة شعب، انه انت اليوم الزراعة مفهومة مو انه والله نحن بس غابة نتفرج عليها، انا قدام بيتي مفترض يكون زارع شجرة باسمي، زارع شجرة لاولادي، ممكن ازرع عرصيف اللي قدام محلي شجرة زيتون ياكل منها مين ما كان، او شجرة يتفيا فيها اي حدا، او هي بيت العصفور. فموضوع ثقافة التشجير ثقافة كثير مهمة، لاحظت بالفترة هي يعني الحمد لله انه الشيء الايجابي من الحرائق انه العالم حست بقيمة هذا الشيء اللي عنا، وصارت كلها تدور انه انا بدي ازرع الشجر شغلة حلوة لازم نحن نرجعها خضرة. الامور التنظيمية يعني في جهات مشكورين مثل وزارة الزراعة، مديرية الحراج، عندهم كوادر هائلة، اكيد هن لحالهم ما رح كمان يكونوا انه مثلا عندهم قدره يوم يكون معهم شعب متعاون عم يهتم بهالشجر بعد ما هن يزرعوه. فالفرق التطوعيه ووزاره الزراعه ومدير الحراج كلنا بنكمل بعض لحد ما نوصل للهدف والرقم الاكبر باذن الله. يعني غاليه مثل ما قال حسن، الاكتفاء الذاتي هو شغله كثير مهمه، خاصه هلا بالظروف اللي عم نمرق فيها، ويمكن شوي تاثروا العالم انه الساحل هو السله الغذائيه تعتبر لكل الاسواق، خلينا نقول بكل المحافظات، وبالعكس صحيح، يعني كل محافظه عندها شيء يمكن تكمل محافظه اخرى. اليوم الساحل السوري مشهور بالحمضيات والزيتون، شفنا صور مؤثره كثير على مواقع التواصل، بالاخبار، بالتغطيات الاعلاميه، تاثرنا كلنا. شو الاشجار اللي انتم حابين تزرعوها؟ التربه هناك بتساعد، خصبه في زراعات كانت برا تنزرع شفناها عم تنزرع بالساحل، فكرتوا بهي اكيد هلا نحن حابين كنا نزرع انه ننقل اوكي المليون شجره، لا بدنا نزرع مليون شجره زيتون بهنيك محل ما صار الحرائق. فالقصه قالوا لنا انه الحمد لله الحمد لله انه اكثر شجر الزيتون ما بيموت، يعني حتى اللي احترق بقلموه بطريقه معينه وجواته لسه في بذور حيه وبتطلع منها مره ثانيه، فكان كثير هذا الشيء خبر سعيد. فنحن رح نزرع الحمضيات، رح نزرع الزيتون مره ثانيه بهي المنطقه، وحسب طبعا كل تربه، اذا بنقدر نجيب متبرعين يجيبوا لنا تفاح، يجيبوا لنا اي نوع من هدول الشجر المثمر المنيح اللي العالم فيها تستفيد منه اكيد بنزرعه. التقيتوا مع فلاحين هنيك او اصحاب اراضي؟ كان في هيك شيء مؤثر انت اثر فيكي حتى هون؟ يعني اللي اثر فيني الصراحه تفاؤلهم، يعني حدا محروقه كل ارضه بيقول لي ما صار شيء، معلش برجع بزرعها مره ثانيه، يعني انا عم بتطلع فيه قديشك عظيم، يعني غيره مثلا من برا عم يشوفوا العالم انه راح الماضي والحاضر والمستقبل، وعن جد وقت الحرائق بتخيل اي حدا حتى اللي عم يشوفونا هلا، بتحسي الحريقه جواتك، يعني لما عم تشوفيها حسيتها جواتي، ما قدرنا ننام مزبوط. كلنا يوم هذا اليوم، بس انه لما تشوفيهم على ارض الواقع اللي حارجع ازرع مره ثانيه ومعليش، والعالم انه جمعتنا سوا، وبالفعل هي قال لي ناس من الشام عم بدق لي، ناس من كل الاماكن عم بدق لي انه بس شو بدك شو لازمك نحن واقفين جنبك. فحسيت انه شجره العيله السوريه ردت تجمعت بهي الشده، وردينا تذكرنا انه مين نحن ونوقف جنب بعضنا. حكيتي على المحافظات، انا بس بتمنى يعني من هون كمان اقول بتمنى كل محافظه او محافظ بسوريا حاليا لمحافظته بس نامن بلدوز حاليا انه يظبط الارض للزراعه، وصهريج على الاقل واحد لكل محافظه يكون متوافر انه يهتم بسقايه هدول الزرعات بعد ما نزرعهم، لانه مثل ما قلت لك الغرسات جاهزه، الارض جاهزه، الاف المتطوعين جاهزين، وحتى مليون متطوع يمكن جاهز انه ينزل بكره يعملها، بس لازمنا هيك تظبيطات صغيره صغيره. اكيد يعني زينب قد ايه حلو اليوم ابتداء من غالية وحسن وكل شخص يكون عنده هي الروح، يحس اول شيء بحجم الكارثة اللي صارت، ثاني شيء بلش انه ما في شيء انتهى وخلص، راح الماضي مثل ما قلتي غالية وراح الحاضر، لا كل شيء بيترجع على المستقبل. تمام أكيد. كل شيء بيترجع مثل ما كان. بالختام بدي كلمة منك حسن، ان كان لكل الاشخاص المتطوعين بفريقكم بفريق مجد، شو تحب توجه لهم كلمة؟ صراحة أحب أوجه أي شخص أنه يبادر من حاله، ما ينطر، يعني اليوم يبادر من حاله ينضم لفريق تطوع يساهم، ويبادر من حاله يزرع قدام بيته أو يزرع بأقرب منطقة، وإذا ما هو قادر يزرع يهتم بالشجر اللي قدامه. يعني كل حدا عنده عم يشتغل اليوم بمحل أو بشركة في قدام منه شجرة يهتم فيها، يحاول يعتمد على الزراعة المنزلية، يعني قد ما فينا ندخل مفهوم الزراعة بحياتنا لأنه هو نمط حياة وهو السبيل الوحيد لأنه حتى نرجع اقتصادنا قوي. أكيد. تحبي تقولي شيء؟ يعني حتى أسطح المباني الحكومية، أسطح الجامعات، كل المدارس،
مثلا طريق دمشق دير الزور، انا هذا الطريق دير الزور دمشق كمان بيزعل كثير قاحل، هذا يعني شغلات لازم نركز وين ما في اخضر نركض كلنا عليه. بدي اتشكر فريق مجد كثير كثير كثير، لانه الشباب وصبايا من جوات قلبهم عم يشتغلوا 24 ساعه، يعني هن بتعرفي نحن ما في اي اجر لهذا الشيء غير الشعور النفسي الرائع. صحيح. رؤساء الفرق بكل المحافظات اللي هن اكثريتهم مهندسين زراعيين، كمان بدي اتشكرهم على كل شيء عم يقدموه، بشكركم انكم عم بتضوا على هذا الشيء، وكل انسان سوري ايجابي وقوي وشايف مستقبل حلو، انتم سوريين عن جد. اكيد انا كمان بدي اوجه تحيه انا وفرح لكل كادر مجد ولكل كادر دكتور جرين وكل حدا عم يتطوع ان كان اعلن او ما اعلن، لانه في ناس ما اعلنوا انه تطوع ونزلوا طفوا الحرائق كمان. نحن بنشكركم انه ان شاء الله هيك بنشارك معكم كمان، لانه كل حدا عنده هالحس المسؤوليه انه يكون ويزرع شجره بارضه، لانه سوريا بيلبق لها الخضار ما بيلبق لها شيء اسمه حريق ابدا. مثل ما دائما بنقول غاليه، اللي بيزرع حب بيحصد حب، واللي بيزرع شجر بيحصد ثمر. زرعوا لقدام، زرعوا لقدام. اكيد شكرا كثير لوجودكم معنا. اكيد شكراً. يعني شكرا مره ثانيه حسان، شكرا غاليه، شكرا لهي الثقافه اللي عم نحاول دائما انه نحن ننشرها وفعلا تجسد على ارض الواقع. شكرا لكم.